امتى بقى عرفت عايز تعمل ايه بعد ما تخلص الجيش؟ يعني بتقولي انك كنت محتار، فالحيره دي انتهت ازاي؟ لا انا هقول على حلم، بس بيبين ان الواحد ساعات بيبقى عنده ضيق افق او ماهوش فاهم. انا لما عرفت ان انا وانا في الجيش ان انا راحت مني فرصه معيد زعلت جدا، وابتديت ان انا ابقى خلاص مش راضي على، يعني ابتديت ابقى غضبان، مش عاجبك حاجه مش او يعني غضبان. مش لاقي حاجه تبقى يعني غضبان مش في بالك حاجه طيب تعملها. اغضب بس غضبان. وبدات افكر ازاي ان انا اشوف اي حاجه، اشوف اي عمل ان انا اقدر اطلع يعني تشتغل. لا يعني حاجه خلاص، ما فيش حكايه الخروج من الجيش، ما فيش الخروج. كان ان انا اروح ابقى معيد، كان ساعتها المعيدين هم هيئات التدريس بياخدوا سنه تجنيد بس وبيطلع، فكانت فانا يبقى رحت وظيفتي واشتغل بقى واشوف الدنيا فيها ايه. المهم في الوقت ده قعدت افكر ازاي اروح هنا ولا اروح هنا ومش عارف ايه، والموضوع ده شغل تفكيري، وتكلمت مع حد عشان حاجه معينه كده يعني. كان عمه واحد ثالث واحد في الدوله حاجه فقالوا لا لا خلاص ماشي يعني انا اروح في مكان كده. اللي توصى يعني اللي وصى عليا واللي توصى عليا والكلام ده كلهم اتمسكوا في احداث 15 مايو اللي هي مراكز القوه اللي بيقولوا عليها دي. فساعتها كنت في المعسكر، وكان فاكر كان العصر والمغرب قرب جدا، فدخلت في زاويه كده في المعسكر في نشاص هناك اصلي، بس بصلي وانا غضبان. فصليت وانت غضبان؟ وبعدين حبيت ادعي كده، وانا بعد ما صليت العصر سجدت ما عرفتش ادعي. وبعدين وانا ساجد كده لقيت حاجه بتقول لي ارضى باللي انت فيه ثلاث مرات. والله. وبعدين لقيت الدنيا زي ما تكون منوره، وحسيت ان انا ايه، كانت حاجه تقيله على صدري وقعت خلاص. قمت انا من اليوم ده وانا ضابط احتياط، كنت من احد اشهر ضباط المظلات يعني، يمكن اللي مولودين خلاص. حبيت بقى بقيت خلاص هو ده شغلي، فتعاملت مع المساله هو ده شغلي وهو ده الكلام ده، واحنا عندنا مهمه نعملها. اتعلمت ونجحت فيه بقى وبقيت متميز فيه. متميز. الاهم شيء ان الواحد دايما يبقى مقتنع ان انا اعمل، انا في المكان ده اعمل اللي عليا في ده. انا ايه اللي هيحصل بقى والترتيبات الاخرى في المستقبل، المستقبل ده كله ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحدده، انا بسعى ليه بس ربنا اللي بيحدده. اسعى بيه من خلال ان انا اتقن عملي ده. صح. خلصنا وقت ما خلصنا في 31 اغسطس بعد الحرب واللي حصل في الحرب والحاجات الكتيره دي كلها، ورحت اتدربت ودخلت في المساله جت من ابسط ما يكون ومن اقصر الطرق ومن غير ما اعرف ومن غير ما ادري ولا بترتيب ولا رتبت له ولا ليا فيه يعني رتبت له. دخلت بقى في الاهرام وبديت الرحله اللي هي الصحفيه دي. بدات بالقسم 75. الرياضي ولا في 75؟ اه في القسم الرياضي ولا في اقسام اخرى؟ لا في 75. لا في القسم الرياضي. الرياضه من الاول. في الرياضه. ده كان بالصدفه ولا حياتك قلت لهم انك عندك حب يمكن؟ لا ما انا متخرج بالتربيه الرياضيه، خدت بالك؟ وانا كان الناس يعني كان لسه الاستاذ السعداني موجود، وكان لما قريت ما كنتش غريب قوي يعني، خدت بالك؟ بس طبعا الثمان سنين كانوا فرقوا. فابتديت رجعت لما رجيت الاهرام بقى ساعتها، انا بالنسبه للي قدي اللي كان ساعتها اللي هم دخلوا الاهرام بقى في الوضع الطبيعي وما دخلوش الجيش، كانوا 8 سنين تقدموا 8 سنين. فكان عليا الناس اللي في سنك يعني كانوا 8 سنين، بقى لهم 8 سنين. فابتديت ان انا بطبيعتي بقى انا تركيبتي انا ديت مشاغب، ان انا بقى ان انا لازم اعرف كل يعني لازم اعرف. فاشتغلت جامد جدا وابتديت، وفي الصحافه اصلها كان في الوقت ده كان يعني لازم الواحد يبقى عارف الكلام اللي بيكتبه ده هيروح فين ولغايه ما بينزل البطبعه ازاي. فابتديت انزل اشوف ايه اللي بيحصل في المونتاج واحاول اعرف ده، مهم جدا ان الواحد يعرف ده. اتعلمت الحاجات دي كلها، دي فادتني بقى لما مسكت رئيس تحرير الاهرام الرياضي بقى المجله اللي بعد كده يعني. طيب مين الاساتذه الكبار اللي كانوا موجودين وقت ما حضرتك التحقت، اللي استفدت منهم، اللي ساعدوك، اللي وقفوا جنبك؟ يعني الاستاذ نجم السكاوي رحمه الله عليه، الاستاذ اسماعيل البائر رحمه الله عليه، الاستاذ عباس لبيب رحمه الله عليه، دول كانوا في القسم الرياضي، والاستاذ يحيى التوكلي برضه رحمه الله عليه.
كانوا مولودين، والاستاذ عز السعداني والاستاذ عبد الوهاب مطاوي رحمه الله عليه، لانه كان كل دول اشتغلوا في الرياضه في فتره، يعني الاسماء اللي بقولها دي كلها. في اي نصايح تفتكرها من حد فيهم قالها لك، نصيحه فاكرها لحد النهارده، حاجه مش شرط نصيحه اتعلمتها منهم مثلا؟ لا انا هو في جزء موقف. هو في جزء ان لما دخلت فانا يعني طبعا كنت الخبره بتاعت الحرب والجيش يعني كانت خبره حياتيه ملهاش علاقه بالصحافه، انما خبره نضج يعني طبعا. فساعتها كان مين اللي الاسماء اللي موجوده في النقد الرياضي في مصر؟ الاساتذه بقى يعني مع حفظ الالقاب، نجيب المسكاوي وعبد المجيد نعمان رحمه الله على الجميع، نصف سليم، محي الدين فكري، صلاح المنهراوي، فطاحل. طب انا اروح فين اروح فين في السكه دي خالص يعني؟ في كل جامدين جدا جدا. فابتديت افكر ان انا هعمل حاجه، عايز اقف. قلت انا هم لو هم واقفين بيشوفوا مشهد من الناحيه دي، والمشهد هم باصين على مشهد الناحيه دي، انا هروح الناحيه الثانيه. يعني انا هروح في المكان الاخر يمكن اشوف حاجه هم مش شايفينها. كان القصد من هذا الكلام ان انا ابتديت ابحث عن القضايا اللي انا اتكلم انا في الحاجات المنسيه المسكوت عنها اللي هي دي. ومن هنا خرجت فكره خارج دائره الضوء، الباب اللي بكتبه من ساعتها في الاهرام، ان انا بتناول القضايا. كان اهم حاجه ان انا الجيش علمني او اتعلمت في الجيش ان انا ما ينفعش ان انا اقول لحضرتك اي حاجه. لو قلت لك ده مش عاجبني حاجه يعني انت ايه ده اللي ده، لازم اقول لك الصح ايه. لو اقول لك انت لابسه ده كده اقول لك لا كان الصح المفروض كذا اهو كده. اذا انتقدت مش النقد للنقد، اه مش النقد للتغيير للاصل. هناك مقوله تقول لك اصل الاعلام مش شغلته ان يدي حلول، لا ده شغلته ونص. الاعلام كل ما هو ايجابي شغله الاعلام كل ما هو ايجابي. قررت حاجه واحده بس، الا اكتب او اتكلم الا في الامور الايجابيه.